إلى ذلك، وصف قائد عسكري في الجيش الأفغاني إيران بالدولة العدوة، واتهمها بممارسة الازدواجية في التعامل مع أفغانستان. ونقل موقع سلام نيوز الناطق بالفارسية في تصريحات قائد القوات الأفغانية في غرب أفغانستان على الحدود الأفغانية الإيرانية الجنرال نور الله قادري، التي انتقد فيها بشدة تدخلات طهران في ولاية فرح المجاورة للحدود الشرقية الإيرانية. وقد أكد الجنرال الأفغاني قادري أن النظام الإيراني يتعاطى مع السلطات الأفغانية بازدواجية في الوقت الذي يدعي الصداقة مع الشعب الأفغاني، ولكن في واقع الأمر أنه العدو على حد وصفه.